بسم الله. دلوقتي من فيو سويتش ويندو بلاقي النوافذ المفتوحة هي واحدة بس، تمام. دلوقتي مثلا لو رحت للسيكشن دوت وقلت له جو تو فيو عشان نشوف الفيو دوت، تمام. اللوحة الأولانية مختفتش، لما تروح سويتش ويندو تلاقي الاتنين مفتوحين، تمام. لما تفتح الدور التاني هلاقي الدور الأولاني لسه برضه مفتوح، تمام. وده بيتقال الجهاز، بلاقي عندي 20 ملف في الآخر 20 فيو مفتوح، وكل ده بيتقال الجهاز. طب أعمل ايه؟ بقوله كلوز هيدن، يقفل كل اللوحات غير اللوحة اللي أنا شغال عليها. تيجي في سويتش ويندو تلاقي واحدة بس هي ايه اللي شغالة دلوقتي.